أتوقع رح نشهد عمليات حجب وتقلص عدد كبير من المواقع الإلكترونية في الفترة القادمة. في عام 1993 انتشرت الصحف الأسبوعية وشكلت ظاهرة جديدة ورفعت سقف الحرية بالصحافة. وقتها صدر تعديل لقانون المطبوعات والنشر اللي قصف العديد من الصحف الأسبوعية وقلص عددها وأدى إلى خفض سقف الحرية بهاي الصحف. تقوم الحكومة مرة أخرى بإعادة الكرة وتكرار محدث مع الصحف الأسبوعية بشمل المواقع الإلكترونية لقانون المطبوعات والنشر. هلا في شغله، لانه في ناس حكوا، سمعتهم انه حكوا هذا الموضوع لا مش رقابه، لانه صرنا نحكي احنا سنسور شيب ورقابه، فصاروا يحكوا انه لا الموضوع مش رقابه، انتم فاهمينه غلط. هو فعليا رقابه، لانه هو مش راح يحكي لك انت لا تكتب هيك ولا تكتب هيك، واحد يوقف فوق راسك يحكي لك انت اكتب اكتب، لانه القانون فضفاض، لانه انت مش معروف اذا كتبت هيك راح تتحاسب، اذا ما كتبت هيك مش راح تتحاسب. فمبدئيا هذا نوع من انواع الرقابه، انه انت راح تصير ما تكتبش من اصلا. الصحافه الالكترونيه تخضع في لأربعة قوانين، هي قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات وقانون المعاملات الإلكترونية وقانون محكمة الدولة. هاي بشكل قيد جديد للصحافة الإلكترونية، خصوصا أن البنود مطاطة لقانون المطبوعات والنشر، ممكن تقيس عليها عدد القضايا وتكيفها حسب الحالة. فهو أساسا قانون المطبوعات والنشر هو حاكم الصحافة التقليدية بطريقة مخليها كتير وضعها سيء، والمواقع الإلكترونية هي عن جد متنفس. طبعا هاي المساحة لما بينشمل قاعد المواقع الإلكترونية بقانون المطبوعات والنشر اختفت. برأيي أنا كصحفي إلكتروني أو كمدون راح أفكر 100 مرة قبل ما أكتب مادة صحفية ذات سقف عالي بالمواقع الإلكترونية، لأني عارف راح أخضع لقانون المطبوعات والنشر. يعني قبل يومين أنا صرت أحب الحكومة بصراحة. استطلاع يعني عملناه هون موقع عمانات وراديو البلد بالشارع الأردني، قديش اطلاعهم على المواقع الإلكترونية مقارنة مع الصحف وقديش مقدم لهم خدمة. وجدنا أنه المواطن الأردني كثير بيهتم وبتلقى المعلومات من المواقع الإلكترونية. فمشان هيك حجب المواقع هاي أو تقييدها بقوانين جديدة مش لمصلحة المواطن بالمرة. المدونات سقف أعلى دائما من المقالات، وفيها مجال حرية أوسع لأنها تخضع لرقابة رئيس تحرير ولا المؤسسة الإعلامية. فراح يكون قانون المطبوعات والنشر جديد ضربة قوية للمدونات أكثر كمان من المواقع الإلكترونية. إذا في عندي خبر بكتب عليه، إذا في عندي ممكن في قصيدة بكتبها، يعني أنا مش مصنف إنه كصحفي، أنا اللي في عندي إشي بقدمه. فممكن إذا أكتب خبر، إذا شفت إشي، إذا عرفت عن إشي أحيانا بكتب عنه، أحيانا بصوره فيديو، أحيانا بحطه على اليوتيوب. فهلا ممكن برضه يصير انه لا تعال انت صحفي انت بتطبق على اعلاق القانون. قانون المطبوعات والنشر يشترط انه اللي بيكتب الماده الاعلاميه يكون صحفي وعضو بنقابه الصحفيين. معظم المواقع الالكترونيه بيكون اللي عاملها يا شخص تقني يا مواطن عادي. الحل الامثل هالحكي مش بس للاونلاين، حتى للصحافه هاي، انه يكون اذا في قانون بس للي عم بذكر اخبار كاذبه. احنا مع القانون وتصفيه المواقع الجيده، لكن مش بقانون بقانون يفرض عقوبات جديده. احنا بادرنا وسبقنا الحكومه انه نوقع على ميثاق مهني للمواقع الالكترونيه، مدونه اخلاق للمواقع تيجي من ان تنبع من ذات هاي المواقع، مش بحاجه لقانون يضيف علينا قيد جديد. احنا ممكن يكون عندنا اخلاق مهنه نضيف على حالنا قيود اخلاقيه. بعد فتره اساسا المشاهد لحاله بيقدر يصير يعرف انه ايش الموقع اللي عم بقدم اخبار ملفقه وايش الموقع اللي بس عم بيعمل اشياء كذب. يعني انا كشخص متابع بقدر اعرف انه والله مبين كتير الكونتنت سخيف وما راح ارجع اقرا مره تانية انه ايش الحكي اللي عم بيحكوه. فهلا احنا كمواطنين بحقنا الديمقراطي ومسؤوليتنا الوطنية لازم انه بنقدر نحكي عن الموضوع، بنقدر نبين خطورة هذا الموضوع، بحيث لسه في اجراءات عم بتتم من حتى هيوصل هذا لقرار المحكمة التمييز لحتى يصير قانون، اساس ممكن يأثر على الطريق اللي عم بيوصل فيها. عم نحكي للناس انه رجع خصوصا المدونين، اذا في عندكم ملاحظات على شو ممكن يكون تأثير هيك قرار على تأثير سيء على الأردن، اكتبوا عنه ووضحوا وجه نظركم. إذا أنتوا على تويتر أريد اعملوا هالحكي على تويتر، اعملوا تغطية له، اعملوا awareness للموضوع كمرحلة أولى حتى على القليلة يكون في ضجة بالموضوع وما كأنه خلص إنه ما في إشي صار، لأنه هاي مسألة خطيرة إذا تمت رح تأثر
على الأردن من عدة نواحي.